وليده. السلام وليدي، الله يرضي عليك وليدي. الله يحفظك الوليده. الله يرضي عليك، مالك؟ بغيت ندوي معاك في ذاك الموضوع الوليده، واش درنا مع السيده؟ السيده ولات سيده، مالك السيد؟ قول لي المدام. والوالده راه باقا ما ولاتش المدام، كانت كاتبو ونجيبها للدار، ديك الساعه باش نقول لها المدام. تا قول لي يا عزيز ملك مزروب، تا هانوض دغيا دغيا داكشي فيه بين تتحب كلشي، حنا حاطينو كلشي موفرينو، يا ورا نتسناو في اختك تجي وتحاول تجيب لينا اللي خاصه، وعارف مسكين عندنا هذيك العوينه نتسناو فيها. شوف وليدي اي حاجه كتجيبي اجالها، دروك تجيب المراه للدار، ودروك دوب غدا تبدا تشكي ليا منها. والوالده تا انا فين ما ندوي معاك فشي موضوع باغي ندير شي حاجه كتقول لي اختك، انت مال اختي اللي غتزوج راه تعطلات، راه تسنينا حتى عينا، مابقاش تقول لي الوالده رانا غنتزوج انا ماشي هي. وعزيز اختك راه هي الكل في الكل، سمعتيني؟ راه كون ما كانت اختك هذيك الخطبه اللي غاديين بها بالشان والمرجان وهزيت لنا راسنا الفوق، اختك اللي مصيفطه لي الفلوس باش حاطه كلشي على حقه وطريقه، خلينا كاع الناس حالين فيهمهم ما شتيهمش. والوالده سمعتيني الهضره بزاف، خو دريان قلت لها صيفط لي، راه كتصيفط لك انتيا، انا راه نصبر حتى نعيا، نبقى نجمع بشويه بشويه ونمشي دالي قسم الله، حيت المراه اللي بغاتك غتبغيك كيما انتيا، فهمتي؟ تبغيك كيما انت، انت راه زمان خريضه، اللي عند قد اللي عندك قد اللي تسواق، انت اش كتسحب راسك؟ غير غتمشي تبندت بالسكوستيم وتقرب، ما غتدي والو. شوف وليدي انا راه ما رضاش ونفسي هنا، ما رضاش شي واحد يبقى يحل عليه فم، مشيش مني مشينا وليو يديروا لينا بحال هكايا. كون صابو يزونا فوق راسهم، جمع راسك معايا، هذيك اختك راه هي عينيا انا باش كنشوف. والوالده يهديك الله، راه متفق معاك، الفلوس دير لك طريق في البحر، عندك كتسوى ما عندكش ما كتسواش، راه متفق معاك، ولكن الوالده انا اللي باغي نتزوج ماشي اختي، راه اختي راه تعطلات، راه ما نجيب المراه انا الوالده. انت ما تقول لها هاد الزربه، انت باغي تجيب المراه بالبومو، عاود نمشي نقول للمراه ندخلوا عند والدها ونقول لهم عطيوها لينا عطيوها لينا، كنسالوا عليهم حاطين عندهم امانه، انت راه بنتهم هذيك باغي نصيفطها بالشان وبالمرجان، ها وليدي حول عقلك شويه. وشنو هو دابا الوالده؟ نتسناو اختك حتى تجي، واللي دارتها بنتي هي اللي غادي ندير. وانا الوالده شحال من شتيه، افلما نجبد لك اختي ندوي فيها بالخيب، ديري لي بحال هكا الوالده. واخا لا تجي لا لا صافي. وجميلنا في الهضره، او اللي شافك هكا كدير حتى تقول هو حتى هو سيد الرجاله، ساعه انا مكملك. قلت بنتي مرحبا بك عندنا، مرحبا بك في دارك ان شاء الله. ترحب بك الجنه خالتي، كديره انت لاباس عليك؟ لاباس بنتي، كديره وكدايرين والديك؟ والله يلا بخير، سمعي كلشي وقولي لاباس خالتي. ايوا بنتي حنا الله يجيبنا في الصواب. امين خالتي، وشكم غبرتوا ما بقيتوا طليتوا علينا، ما بقيتوا جيتوا، قلت جيت نسول عليك عدوسي العزيزه. واش غادي نقول لك اسي بنيتي، راني كنتسنى فواحد الفريتيته واحد الفنيكيشه عندي، كنتسنى فيها تجيني من برا بنتك. اييه والله يخليها لك خالتي، هذاك الشيء علاش انايا قلت زعما نجي نشوف الوالده والوالد كيسولوا، قالوا لي شت الناس من نهار خطبوك ما بقاو جاوا عندنا. لا بنيتي والله الا انت شوفي راني كنتسنى في بنتي، وبغيت نتقدى شي حويجات، وبغينا نجيو عندكم بالكبيره، وكعارفه بنيتي وخاصنا نضربوا لك حرف البيض دغيا ان شاء الله خالتي. غا ما تعطلوش علينا الصيف هذا، باش ان شاء الله الا كنا غنديروا شي حاجه يلا نقادوا لها البروغرام. لا شوفي بنيتي حنا ما قصدناكم الا بالنيه، عارفه اللي كاينه خالتي ربي يخليك، حتى حنا راه داخلين وغاديين في التجويجه غير بالنيه خالتي. سمع اسي بنيتي، انا راني بنتي بغيتها ان شاء الله، ومع باغا تجيب لي نيت شي تفايصلات من تماك يايا، وبغيت نخيطهم ليك ودي لك انا داكشي بالكبيره، وانا عيني كبيره ان شاء الله خالتي. علاش لا؟ ايوا هادشي علاش تعطلتو؟ ماشي مشكله خالتي، تنتي مهزوزه فوق الراس خالتي، مني نجي نسكن معاك خالتي نبرعك، وراني كنعرف ندير كلشي ما تخافيش. عمرك لك منين جيتي عند بنيتي؟ غنمشي دابا عند الذهيبي، مع واحد الذهيبي كنعرفو نمشي، راني بغيت ناخذ لك واحد الطاقه من حين الزينات. خالتي ما تكلفي على راسك، انا راه زعما كاين انت من بعد الا ما عندكمش راكي عارفه اللي كاين. شوف بنيتي هذا الكادو ديالي انا غادي نجيبو لك، حنا في العاده ديالنا دابا ملي تجيبي مرت ولدك خاصه نهار غتبغي تجي عندك كتصبح عندك هنا في الدار، خاصك ضروري تدخلي عندو وتعطي هذاك الكادو. ان شاء الله خالتي ربي يخليك، حتى انا خالتي نرد لك في ساعه الخير. ايوا بنيتي انا بغيتك ان شاء الله تخرجي لي غير في الظن اللي بغيت انا. وخالتي شوفي لهلي حاشمنا، انا راه غنكون معاك، وراني تانا بحالي بحال بنتك. وما نشكرش لك ولدي عزيز، سمعتيني ولدي راجل واش من راجل، وما نكتبش عليك راه درويش وعزيز عليا، ونبغيك حتى تي تهلاي ليا فيه ان شاء الله خالتي ما يكون على الخير. ايوا بنيتي وشوفي بقيت عليك هاد الهضره، نوضو نوجدو الصوينيه اللي على بالي وعلى بالك.
يقول لي مشينا شينا فينا واحد القاعده، يقول لي ويلي مشينا عند دوكوز كاس تاعتي ما عمروا لينا والو ما ساوي والو انت. ولله يخطيك خالتي، ان شاء الله حتى انا نكون معاكم بنت الناس علاش لا. ايوا انا كنقول ما الماما ما جاتش مع عزيز المطار، قول لك انت مشغوله كتصايبي ليا في الكسكسو. ويلي انا هذا بنيتي وانا عارفه احسن اكله عندك المفضله هي الكسكسو. قلت واحد الشيخ خو ادري ويلي اخويا غير سكت نهار الجمعه فاش كنهضر معاه ابي الفيديو تقول لي ريوغي تي سيلو. مرحبا بك اختي والله الا نهار كبير. ايوا مزيانه بنيتي ملي جيتيني عاق بصحيحتك وبخير وعلى خير تبارك الله. الله يخليك ليا امي. جيتي عندنا في هذا النهار ان شاء الله راحنا قريبين خوك يضرب الضريب صداق. وراني عرفتي شنو شديت الكونجي ودخلت قطعت البيي وكنقول يا ربي يكون ماشي في هذا لاطات ولا قبل منه بغيت نحضر معاكم. لا ان شاء الله ولي وانا عارفه بنيتي غندير شي حاجه بلا بك تي خطبه دينا بلا بك والتكاتيب تا هو بلا بك حتى التكاتيب دينا لنا بالنهار. ترى هي كل شيء اخوات ديالي. داكشي اللي كاين اخويا ما انتم مع الديرات انتم عندي جوج فريتيتات الله يجعل الجواجه وهي تحضر لك الجواجه ان شاء الله في حياتكم. الله يخلي لي برقص لي ورد ليا الله يخلي لي عمرك والله يخلي لي خويا يكمل عليه بالخير. وانا خويا داكشي اللي قديت نعاون كبير راني كنصيفطو لك ودابا راني حاضر اللي خصك تقول لها الله يكبر هذا وليدي تفرح خويا تبارك الله ما شاء الله. وانا درت قصريه انا ماما راه تاكل بيدي راكي عارفه وسيري بنيتي ما كديرها انا بنينه الوالده من الريحه اللي طالعه باين بنين يعطيك الصحه. يلا ذوق وليدي بسم الله غزال تبارك الله. ايوا اسيا ولفتي معنا شويه اللهم لك الحمد ولفت الحمد لله وبردي بردي على قلبك. انا كنبرد اختي بنتي ليا كتكوني ناشطه غير فاش كيكون عزيز في الدار ملي كيمشي للخدمه كتعقدي الله يقرب لها. واه يا اختي الله ما لناش وصلنا لهاد الهضره اختي علاش غنقرب انا معاك بالعكس مرحبا بك الدار دار يا اختي قولي قولي الدار دارنا كاملين ماشي غير دارك بوحدك. انا كنضحك معاك قولي مرحبا بك. شوفي اسيا انا تهلاي ليا غير في ماما وفي خويا عزيز واللي بغيتيها من تما انت غير امري وانا ننفذ. ضحكتيني. لا لا الحبيبه ديالي انا اللي خاصاتني كيشري عليا سيدي عزيز الله يخليه ليا تاج فوق راسي كاع ما نشقيك حبيبه ديالي كاع كولي كولي العنب كولي كتباني ليا عييتي. ايوا بالسيف ما نعيره العرس كله داز على ظهري وعلى كتافي. ايوا ردوا لك في ساعه الخير ان شاء الله نهار تزوجي حتى انا نوقف معاك. لا لا يخطيك الله يوقف معاك الخير والربح امين ان شاء وكولي. الله نديروا لك شي اسبوع عاوتاني فاعل تاب تولدي لنا شي وليد ولا شي بنيه ان شاء الله من حياتك ان شاء الله فمك ربي. صراحه تشهيت لكم شي شهر العسل في شي بلاصه تكون واعره تخرجوا تبدلوا الجو شي شويه باش ما تطلع لكش الدار في راسك. ايوا سيدي عزيز ان شاء الله مني غادي يوجد الفلوس ديك الساعه ان شاء الله غادي ندوزوا احسن شهر العسل. ما بغيش نكلف على راجلي دابا مسكين معك الشيء دابا يلا بغاني نسلفوا نسلفوا. لا لا الحبيبه ديالي ما كاين لا شيء يتسلف من عندك خلي رزقك عندك. انا اختي راضيه باللي قسم لي الله نهار غتكتب عليا شي حاجه غنوصلها. اجي نقول لك واقيلا انت ما في خباركش العرس كله درتو انا العرس وانا اللي عارفه العرس دارو عزيز. بصح قولي العنب وهي كتاكل هادي مالها بصح هي تفوح عليا ندير لك العرس درت لك العرس نصيفطكم شهر العسل وبالناقص مالك يصابلك راسك انت اللي عندك الفلوس. الله يخلي لي راجلي كله فلوس قالك وانا غنسولو كيف دارت لي العرس هنا حيكت انت ديري لي العرس لقيتي العريس حتى راسك عاد دير لي انا العرس. زوينه هادي الا قدك دارت لينا العرس الا حيك ولي تمنيك ولي وصل يدك لرجليك تدير لي انا العرس راجلي شايط مالو زعما كتبيني لي بلي المستوى ديالو ضعيف ما عنده شخصيه ما عنده فلوس وحنا غادي نشوف عمره طويل كل كلب ما يكون غير هو. سيدي عزيز سلام. وعليكم السلام راجلي عزيز لاباس عليك بخير الحمد لله عمر مزيان بخير كدا وستي نهارك بخير الحمد لله كيف داير والله الا حسيت بك غتدخل دابا من الخدمه حق لقيتك واقفه ليا في الباب ايوا شتي ايوا مجدالك وباغي نكبر بيك باش ان شاء الله تدخل دارك. الله يحفظك لي والله يخليك لي يا ربي. عزيز بغيت نسولك واحد السؤال وما تكذبش عليا. انا كنسمع الله يسمعنا اخبار الخير. ما كاين الخير سيدي عزيز بغيت غير نقول لك واش العرس درتيه انت ولا دارتو لنا اختك؟ لا العرس ما العرس ماك سرطي سالك شك تفاتا في الهضره هضر مكاد العرس واش درتيه انت بفلوسك ولا دارتو لينا اختك؟
ودابا علاش هاد السؤال ولاش كتحكار؟ راه بحال انا بحال اختي صافي سلكي حتى انت مالك. ورا كل مره كتقول لي انا صيفطكم شهر العسل شي العرس هضرت لكم مع انا قالت لي في الفطور وفي الغداء وفي العشاء ويلي بزاف هادشي واش انا تبقات من عليا حيت دارت لك عرس او عمري جبدت حتى هو عرس وصافي انا جالسه معنا شويه شويه غتمشي صافي سيسي معاها بالممشات الله يهديك تجي عندي انا ولا جي عندها هي صافي سيدي جي عندك انت غير مع بنت ليا شبعانه عياقه في البروتوكول قلت مع كل مره تقول لي العرس 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 بغيت انا نعرف شكون اللي دار العرس واش هي ولا انت بحال 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 انا بحال هي الله يرزق الصحه والسلامه زيدي زيدي قدامي قول انا جي صافي كنت لها صيفطينك وراه بقات تمنع عليا العام كله تبقى تقول لي تنولد لا صافي صافي غدا ندوز عندك ان شاء الله يلا سيري على خير ماما نعم بنيتي كديرة كديرة لبس عليك مشيانا مشيتي عند صاحبتك شتيها بعدا مشيت ماما عند صاحبتي وموراها مشيت قضيت واحد الغرض مشيت صرفت شي فلوس ايوا مزيان قولي خاصنا شي اوروات ايوا ضروري هما اللي بقاو عندي داكشي صافي مع راكي عارفه ما بقاش ليا بزاف بقى لي معكم 21 يوم ان شاء الله مشيت صرفت شي فلوس باش ماما نكملوا الاجراءات ديال الدار باش ان شاء الله ترضي عليا على سميتي نحيدوا داك الوكاله اللي دايره لك بنيتي الوقت دغيا داز دغيا غتمشي يا ماما ايوا بنيتي اش غادي نقول لك ان شاء الله ان شاء الله ياك باقي بعدا قلتي شحال باقي ليك 20 يوم 20 يوم اللي باقي ليك ايوا شنو ماما راه ما بقى والو نقادو امورنا في هاد السيمانه هادي نحيدو علينا كلشي وباش داك 10 ايام ولا هاد 12 يوم اللي بقات لينا ناخذو فيها راحتنا نخرجو نمشيو انا وياك نتساراو ونخرجو ناخذو قهوه وحده البحر واش لا ما يدار يا بنيتي راه قال لك على الموت اللي تجي في خطره شوفي الله عليك حدينا باقا حيه راني امورك بكاديها لكم صوبها لك شوفي بنيتي الدار لما كتبنا هاد العام العام الاخر ان شاء الله تجي وهاد المره ملي تبغي تجي بنيتي خذي شي 3 شهور ويلي ماما على نجلس 3 شهور واش حساب لك تما ديال با راه كنجي الكونجي كيعطيوه لينا غير بالسيف وزيدونا ماما الاعمار بيد الله ما عرفنا شكون السابق اللهم ماما ما داك الوكاله نحيدوها ونردها في سميتي قبل ما يورثوا فيا وانا حيه وبلا ما نسمي راكي عارفه وي يا بنتي الوكاله وتي بنيتي شكون اللي غادي يقرب لك شي وكاله ولا غيقرب لك شي دار محد مهمتك حيه ما كاين اللي دور بك ما كاين اللي اشوفي محد ديالي حيه راه مرد لبنيتي ما يدخل عليك واه ما عرفتش ماما انا نكذب عليك انا تنخاف على رزقي ونضرب التماره وراكي شتيني مشيت صغيره وتغربت واللي الى غير مرضت ما كاينش اللي يعطيني دوايا نوض مع 6 الصباح فين عمرها كانت ليا وباش بنادم كينال كيقول لك خدمه صغري لكبري مشيت تما كنضرب تماره باش ندير واحد الدويره واحد المويحل اللي نبقى نجي ونحل وما نمشي ندق عند حد ما نتحاز عند حد سمع بنيتي علي حوجك شوفي دارك تبارك الله كبيره واسعه وعريضه تمشي لوقت ما بغيتي وتجي وقت ما بغيتي وانا مهمتك راني متعه فيها وخويك متع فيها وبصحتكم انا ما عمري قلت لكم خرجوا منها ولا من نهار شريتيها وفرشتيها ما عمري قلت لك ماما خرجي منها انا بالعكس ما نبغيكش تعيشي في ديور الكره وين ني تكون في سميتي ولعبوا العار قلت لكم خرجوا منها بالعكس هذه راه داركم وزيدونا انا ما غاديش نعيش فيها راه كنجي غير داك الشهير ديال الصيف ولا هكا في البرد وكنمشي فحالاتي شوفي بنيتي هاتي دابايا جيتي دوري وجيتي تضحكي وجيتي تفوجي وندوزو ان شاء الله هاد المناسبه شوفي بنيتي الدرقه يا محيده من بالك ماما انت طلعت لك السخانه حيت راه المناسبه دازت ولقى غير اللي غيضرب خويا ضرب مرتو راه قربت تولد لينا الله بنيتي صافي خليك تسالي حتى السيمانه الجايه ونقضيو شي يومين هادي بنيتي ما شربت الفيني ديال الطونسيو ياك جايبه لك ستوك ديال دولي براد وا ديال الطونسيو تقادي عليا يومين راني مشينيش دابا وليت خرجت ودخلت في الهضره بصح وصافي خليك ترتاحي خليك راه باقي لك انت كتهضري مع خالتي في التليفون تيمويمتي واش غادي نقول لها يا سيدي ربي وعلى كارثه دات في حياتي وليت ندخل ونخرج في الهضره ما بقيت ما عرفت ما نوخر ما عرفت ما نقدم ما عرفت ما نوخر ويمتي ويمتي وين غنبدا هادشي واش وليده السلام عليك لاباس برزتيني في التليفون تخلعت وانت عامني جاوبتيني وعيطت ثلاثه المرات والتليفون ما بغاش بحال كتقول بخيتيني كبير ما سمعتوش دير لي سيلونس الوالده اسمع 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 وليدي واش غادي نقول لك اسمع يا ترى اختك راه الوكاله اللي قالت لك الوكاله اللي دايره ليا وهي ما عرفتش الدار انا كاتباها لك نتايا اوا وي ما نجبد جالك عاوتاني وراه من الصباح وهي جايه بدا ليا قالت لي قالت لي 20 يوم وبغيت نزيد نودي الوالده في سخي هذيك الوكاله ونودي رجع ليا الدار في سميتي وليدي تلبس ما بقيت عرفت منوخر ما بقيت ما عرفت منقول قلت لي راني طالع ليا على الطونسيو
الوالدة تشيه ديال باباك تمالا تشيه على الجوع هذا كاع، تي عايشة في الغربة ومكحلة وعندها الفلوس وطامعة في الدار. يا وليدي وافق من القلبة، عرفتي شنو أنا دايرة؟ تا شوي راه ما مخلية العبد ما يعاود عليا، ما مخلية ربي باش غنواجهو. كتسمع ولا لا؟ تمالك اش دايرة كاع الوالدة في ملك الله؟ ما دايرة والو، الدار كشبشي عليا أنا راه خوة مالي عدو أنا يا الوالدة. الله يهديك يهديك الله. ها وليدي ما دايره والو، ها واخذ رزقتك اللي ضاربها لي تماره ومغرب عليه سمعتيني، وانا يا ما دايره والو، دايره عكاريته يزلق فيها الجمل اللي كاتبه الدار انت ما ضارب لا تماره برياقد وكاتب الدار وخيط الدار في سميتك، هذه ما دايره والو انايا. والواليده والواليده يهديك الله. وصافي اش غدير كاع؟ قولي ليها صافي شوفي كيف ديري ليها وشوف شي سبه و... طلقها عليها ولا غتنسى ولا قعدتي ما تقولي لها والو تي خلاتها تمشي للوالده صافي بقيت نسي فيها اليوم غدا اليوم غدا صافي نسي فيها تي كتسحب شي لعبه وترى دار دار عرفتي شنو هي سميه الدار دار وراه عمرها كله فنا فناته برا باش قبل تشري هذا الدار عباد الله ونسيت تي كتبت عرفتي ما غادي نقول لها كتبت كتبتها بسميتك باش غيطرا بغيتي اختك تشلل بغيت تطالع شي حاجه تدوي ودابا قولي للوالده انا اش كنجيها عدو انا راه خوانا راه كتبان خوها الوالده وتا قالك دريا تاعس من سعد النعس واش تمسطي ولا مالك؟ سبحان الله شوف شوف من هادشي كامل دابا عمرك وياك تقول لها الدار مكتوبه في سميتي لا الوالده صمون بكمون وهم لا يقشعون خليني نبقى نراود في داكشي تيدير لي الله من عدو ما دار انا ما نقدرش ما عنديش الوجه دابا اللي يقدر يقول لها شي كلمه انا نقول لك في الساعه ديال دابا راه هادشي ثاني اللي قلت لك الوالده صافي انا نسيها وصافي خاطر بغيت تهضر لك على الدار انت ديما ما شتي مقشعتي الوالده كوني انا ما بقاش مقلقه صافي حيدي الغباشه اللي قال لك حيدي الغباشه ترى اللي حالي انا راه يبكيهم دم صباح الخير صباح النور قلتي لا ما قلت والو كي دايره الحمد لله ما كناش تشوفنا غير البارح ايوا نسول فيك بنادم راه كينعس كيفاق كيقدر يصبح عيان ضر راسو ضر درسته ما نعرف ما نسولكش بخير حبيبه ديالي صبحت لاباس باقا ما غتمشيش انا حسب ليا صافي كره اليوم عندك طياره فشنا وين شنا ايوا حبيبه ديالي كانت باقا ليا معكم واحد 18 اليوم ساعه بدلت البي مازال ما غنمشي حتى الشهر الجاي كيفاش بدلتي البي وعلاش مالك يوقع لك شي مشكل لا لا اختي والو بس غير سمعت بلي الخدمه مازال ما غاديش نبدا وقلت لاش غادي نمشي ونبقى جالسه تما بوحدي اللهم نجلس موانسه معاكم ولا ما بقى حد يجلس في دارو ها هو كلشي زين كلشي زين بحالك اشوف حبيبه مرحبا بك جلسي شهر شهرين عام عامين 10 سنين الا ما هزك هذا الكتف يهزك هذا الكتف ولا ما هزوك بجوج نحطك فوق راسي ونتسراو بك على راسي ونقول انا معي هذيك ايوا اختي ما تحطيني لا فوق كتفك لا فوق راسك انا الحمد لله عندي بيتي وعندي سدادري وعندي نوامسي وعندي كلشي فين ما بغيت نجلس غنجلس انت غير ارتاحي ما نتقلي لك على كتفك ما نتقلي لك على راسك عارفه اللي كاين ايوا سير انا غنوجد لك عارفك كتعجبك القهوه كحله على الصباح عاد تفطري كطلع لي المورال مع باش كد عندي الصباح صافا با كنبغي نشرب قهوه كحله يلا انا نجيب وتكون قاصحه عافاك وما ديريش لي السكر واخا سيري انا نجيبها لك انت اللي سيري الكوزينه يلا حتى تمشي سيري انا نجيب لك دابا قهيوه سيري مشي تبقى اللي مشى مرجع خو ادريا مسلسل عاوتاني وي شتك ما خدامش اليوم روبوخ اليوم ايوا ارتاح ان شاء الله هذا الشيء اللي كاين اختي اجي نقول لك مالك حاجه بلاتي ماما ما بانتلكش بحال شويه بدات كتفرفر لا خو دري بانت ليا عاديه علاش ايوا خويا حيت انايا هضرت مع على الموضوع ديالي ديال الدار باش هكا نمشيو انا ويا الرجل الوراق ما حد كاينه هنا بقات كتدخل وكتخرج في الهضره نمشيو نجيبو العروسه والعروسه اصلا كاينه في الدار وليده كره هي بحال هكا كره بان لك انا بانت ليا عاديه الوالده وفي الحقيقه بان ليا كلشي في هاد الدار ما بقاش عادي غير انا اللي عاديه ولا انا عقلي ماشي هو هذاك وليتو كتبانوا لي ماشي عاديين عزيز ما كتدخل وتخرج في الهضره لا خوادري ما كندخل ونخرج في الهضره ما والو كندوي معاك عادي راه تي كتخايلي ولا ما عرفتش ابان لك والله انا ما بقيت فاهمه فيكم حتى شي حاجه مرتك صبحت عليها قالت لي فوقاش غتمشي في حالك واش ولات كتجري عليا من داري عزيز وهضر مع مرتك وانا ما فهمتش مالها معايا
لا ما لا معك والو راه السيد ظريف بالعكس اكون ما تفهمتيش شويه ولا ما فهمتيش اش بغات تقول لك. لا لا ظريف الله يعمرها دار غير هو بنادم خصو يكون كيوزن شنو كيخرج من فمه. كون ما قصداتش بغات تجرحك ولا شي حاجه. مالك غتجي من جهتي راه غتجي من جهه مرتك دابا راه الحب اللي كيهضر. لا لا حاجه شتي راك عارف راسك الزعيه الخوادريه حتى تولي شي على سب الخوادريه اي حاجه كتقلق عليها ياك والله الصراحه بصح انا اللي ما مزياناش. لا لا ما قلتش لك ما مزياناش الخوادريه. وشنو قلتي؟ اه قلت لك زعما وليتي على سبت غير كتقلقي ولا ما يقول لك شي حاجه ايوا بالسيف اخويا بنادم راه تغرب من صغره وضرب تماره من صغره باش يدير بعض الحيوط حتى ولاو بنادم كتسولو على الوراق تيبدا يدخل يخرج في الهضره. اشي انت اللي قلت لك انت تعصبشي دابا انا دابا معاك خوك وتعصبشي عليا. شوفي اختي اش ديري الوالده ما ديتش على الوالده راه عاديه راه انت اللي انا المهم نمشي للقهوه صافي. حتى واحد فيكم فهاد الدار ما بقات عاجباه هضرتي غير اللي هضرت معاه تيقول لي راكي وليتي ماشي هي هذيك. والله يرحم لكم الوالدين. عزيز عزيز مالك انا بغيتك اخي مشي على القهوه تاي حد كراش عليا ولا تسول قوه الاسئله راه بغيتك داكشي تجيب لي باش نتواعد مع ماما شك طريق نمشي وجهك وراه غنجيب لك راه باغي نسكج عليها عرفتي طبخات ها نوصيك هذاكشي اللي قلت لك ما تقولي الندى والو عندك شي حاجه تخرج من فمك. راكم خايفين من هاد الندى عودوا لها الصراحه وقالت شي بحالات انا راه ضيقات عليا في الدار شاده ليا بيت كدخل انا باغي نديرو لوالدي ان شاء الله. ويهديك الله تي سكتيني تولي سامعك ولا شي حاجه. سمع لا بغات تسمع المهم انا وصيتك دابا تقولي لها والو عندك تجرب لسانك ولا تخرج بشي حاجه. ليا لساني مالها بليك تور تشدو تجر راه تبقى تعيق عليا حتى انت بديك الهضره في ربع عود الرمانه خليوها تهز شواكيش وتزيد خلفها مع الطريق. ويلي سهله اسيان فرقع الرمان عندك سهل انت فرقع الرمان هو انت راه خديتي لها داره امك كتبتها لك اش بغيتي من كثر من هذا الشيء قول ليها الصراحه وقولها الدار ديالي ومريضنا من عنده باس تولي ساخفين لنا ولا ميت انا شنو واحد فينا والله يهديك لو قال والو غتمشي صافي نبقاو مره وكا مره وكا مره وكا تمشي وصافي خلينا نمشي داول نمشي للقهوه سير وما تنساش نعطيك بجيب العيب واجيب معاك غنمشيو عند الوالده في العشيه ان شاء الله قول لي ان شاء الله وانت ما تجيش في الوقت المهم خلينا نتسنى وماما وثلاثه الساعات وانا جالسه حداك وانت دايره حلقه مور حلقه راه الفيلم هو اللي نايض عندك في الدار تي ها قولي قولي دابا شنو كاين اش بغيتي دابا انا مقبله وانت كتهضري انا راه راسي راه ندوب دابا انا مصحه انا كنهضر ما سمعتي حتى حاجه انا ماما هاد الكونجي ضيعت فيه غير الوقت جيت غير درت العرس لولدك ما قديت اوراق ما سنيتي معايا اوراق ما درتي لي ما درنا ديك الغينه داك الوكاله ما درنا حتى حاجه ماما وعلاش انا جايه يا بنيتي تي راني ميمتك تي ما بقيتيش دايره في ميمتك الثقه وماما مالك كتبقاي تدخلي الشكلي في العقلي واش انا قلت لك ما تيقاش فيك واني صافي خصني نقل وريقاتي الا الحاجه اللي غتقضى في المحافظه نقضيوها اللي غتقضى عند النوطير نقضيوها ومرضنا ما عنده باس انا دا بنيتي راه وريقاتك في الحفظ والامان واش انا غادي نركون شي بنيتي في الخزنه داك الوريقات ما يطيحوش لك على البال وراه ما كاينش اللي يلقاهم ولا عمرو يجي فيهم ماما واش انا كنشرق وانت كتغربي انا راه ما كنهضرلكش على واش مخبعاهم ولا ما تيقاش فيك وهذا الشيء ما كاينش في بالي كاع انا بغيت نمشي في حالاتي ونحس براسي خليت شي حاجه مورايا خليت شي حاجه في الملك ديالي هذا الشيء اللي طالبه ما طالبه حتى حاجه انا دابا بنيتي اللي في الملك ديالك خليتي مهمتك هي كتجي وكتلقايها كاين خويك مرت خوك حتى هي مسكينه واش بغيتي يا بنيتي شوفي بنيتي شوفي امشي عام وجي عام سيري تجي ان شاء الله العام الجاي ليا في العمر وان شاء الله وري يقولوا داك الشيء جيت داك العام صبري تنزوجو خوك زوجنا خويا سيري تا العام الجاي انا عييت ماما انا بغيت داري ما طلبت حاجه سمعي بنيتي جوج كلمات نقولهم ليك هزيت لك في هبالك تعييت انا راه قلت لك ماشي انا واكلك في دارك واش انا منت ما بقيتش ليك كليتيني انا ما قلتلكش كليتيني واش ليا تبارك الله ملايين صححه ماما اللي صيفطت لك باش فرشتي وباش قديتي وباش كتبتي راه جاير شي 43 مليون ولا وزياده وانا ما تحاسبت معاك في حتى شي حاجه كنصيفط ديال الدار وكنصيفط ديال يديك باش كتخرجي تقضي واحد ياك دارك هيا واش دارك انا غادي ندير لها الرويض وغادي ندفع عندي نحيدها من هنايا واش داري بالقمونه داري بالقمونه انا بغيت داري بالوثائق انا داري بغيتها تكون بالوثائق نادى السماري كداك داك داك شهاده الملكيه بلا ما تبقى ماما تعصبي انا امك كتيقي فيا انا اللي ولدتك انا اللي ربيتك وبنيتي انتي شوف وريقاتك في الحفظ الامان ها هما عطيهم لي سيري تجي هاد المره عطيهم لي تجي يا بنيتي هاد المره نكونوا هانين نكونوا راكي عارفه دابا انا راني مبرزطه ومريضه لا ما تقيسي لي ما تكتبي لي ما نكتب لك عطيني غير الوراق نديهم معايا يلا عطيني الوراق الري يا عباد الله مالها باغا تخرج لي عقلها يا عباد الله بغيت نعرف مالها غتخرج لي عقلها غدا عافاك القانون فلوب ديال الوراق كامله هنايا بلا ما نبقى نهضر بزاف
انتي تالين وانا غنبقى تالين وانا غنبقى نكذب ما بقيت عارفه ما نقول بركة على وطلع في الهضره الدريه باغا من حقها باغا دارها كليت ليها يا عباد الله رزقها المهم شي منين غنبدا هادشي يا عباد الله وراني ما بقيتش عارفه ما ندير يا عباد الله في حياتي ولي اسيه بغيت نسولها نادا مابقات جبداش معاك داك الموضوع ديما جابتها صباح وعشيه شتي انا ديك اختك طلعت ليا في صحتي خاصها بشي بحال صافي لي زاري خفف ياك الدار ديالك كتباهي لك امك سميتك وجمع قلو عاود زيد راه تعيط على صلاح بلادها واش بغينا نديرو ولا نجريو عليها جرب ليها انا باغا بيتي باغا بيت نديرو الاولاد يا عباد الله ماشي انا شاد داليا بيت دايره ليا فيه النوامس ودايره في دايره ليا فيه العجب لك بحال كتقول ليا بيتي وداري ها ويلي باش ندير لها نصنق عليها ولا خرجي لا ماما كشبات لي الدار انا الدار اللي كانت ديالك كشبات لي انا فرقع درمانه وقولها لاختك قولي لها الدار ديالي ونبينا عليه السلام قولي لها قولي لها ترى عاتي باش تحس ملي غنقولها لا كنتو كتحسوني نتوما كاع ما تاخذوها لا علاش دايرين هذا الفيلم كامل صافي الدار تكتبت لي بسميتك فرقع درمانه سيدي وخلى هادشي بحال هكا اسيا شكون اللي كتعايريني بهذا الشيء اش فيها لك شبات لي ام الدار وهذيك راه الدار ديال خشي واش نقولها امك شبات لي الدار واش تقولها لي انا نولي غادي للحبس انا ولو كاملين غادي للحبس وتتشي معانا اسمع الشريف دبروا راسكم هذاك الشيء بيناتكم انا خرجوني منه ملي ندبروا راسنا وهادشي ما كيهمكش بقاش تقول لي جري على خشك جري على خشك جري على خشك صافي ريحي وتكمشي ساكنه واكله شاربه صافي هنينا انا غير قلت لك ولد الناس عوموا بحركم انا ماشي ساقي في هادشي كامل مشاكلكم فكوها بيناتكم غير حيت كون كان عندكم القلب ما غديروش لهاد الحاله وديو لا دار هذا بعدا ولا تبقات فيكم ياك لالا ايه بقات فيك سيري قولي عليها مزيانة الكادي ايوا الا بقيتي ديرين هادشي غنقولها لها من الاخر قالت هي تعرف شنو كاين وتقولي لها نصيفطك عند باك تادي مزيانة لك جالسه معاك تبقى تحمق فيا ما عندي انا من ندير بعد الجلسه معاك ايوا يلا يلا نوضي يلا نمشي دابا والله الا قالت لك قولها لها ماما الله مالك يا ميسي لا ما ماليش مالي ليا الوقت كون كان عندي مالي كون ركبت على جمالي ومشيت في حالي اللي جالسه في داري ولات مرت خويا تتقول لي عافاك قول لها تخوي لي هذاك البيت انا بغيت نديرو لولادي سمعتها بودنا سمعتها بودني في الباب هي كتهضر معاه في الصالون وانا سمعتها ماشي حشومه وقيله هي ما عارفه واش كتبين عليها واش قايله لها الدار ديالك ولا ديالو واش ما عارفاش بلي الدار ديالي واش ساكنه معايا وجالسه في داري وجالسه في فراشي والثلاجه ثلاجتي والتلفازه تلفازتي وكل شيء ديالي وكل شيء في ملكي نادا سمع بنيتي نقول لك اللي نقولوا لك دابا لا ما نقولوا لك من وراك تسمعي من جهه اخرى اش غنسمع ماما مالكي درتي فيا الدوره هذه ودخلتيني هاد الدخله ديال الطباله والغياطه سمع بنيتي اللي نطولوا ونقصروه اللي غنخزنوا نقولوا انا دابا بلا ما نخلي قلبي يتفرقع اش كاينه ماما قولي لي جيني من الاخر اللي كاين هو الدار ديالك كاتباه العزيز دار ديالتك كتبتها لولدي لحقاش ولدي قاعد بوفري هنا لا خدمه لا ردمه اما بنيتي انت ضامنه مستقبلك ليه وعندك وراقك ليه وعندك وظيفك ليه اما هنا خوف ما كيسخن ما كيبان عندي وظيفي عارف اش كتقولي ولا شنو واش كيحسب لك انا تما جالسه في البيرو ستيلو انا تما كنضرب ثمانه كنضرب الجفه في السبيطارات الانجليزي ما يسواش واش كيحسب لك انا تما كنليغاليزي في القنصليه ولا شنو كيحسب ليك صافي بنيتي اللي عطا الله عطاه واللي زلق جاع على عينك فيه كتسمعي ولا لا بصح شهرتو الجمل دكو خدمي يا نادا صيقي وجفي وغسلي الطواليطات وكنتي الخرق للشراف ويجي لقيت الدار مكتوبه في سميت خوك ياك ماما هادي هي بنتك هادي هي صيفطي فلوس النوطير صيفطي فلوس العربون ياك ماما سمع بنيتي تأنايا راني ما قارئه ما فاهمه ما عارفه كتي تصيفط لي ديك البركه ديال الفلوس هو اللي كان كيمشي يخرجها انا ملي شرينا الدار راه هو بنيتي اللي مشى قاد دوك الوراق انا ما عارفه منين نخرج ما عارفه منين ندخل قولي لي يا ماما راني غير كنضحك معاك بنيتي قولي لي راني غير كنتفلك نقول لك الواقع ما كاينش الضحك سمعتيني سمعيها تقبليها ما تقبليهاش ديري كيما حسبه كيما بغيتي دابا الدار ماشي ديالي ماشي ديالك بنيتي فراش ماشي فراش حتى حاجه ما ديالك والله يرحم لك الوالد انت يا بنيتي غتمشي وغديري دار اخرى وديري حتى جوج وديري حتى ثلاثه انت يا بنيتي بديك البلاد راه بلاد سيدي ربي خوك انا راه مساكين كاع دوال وراه كيطلاور بصح عندك الحق وغنقول لك واحد جوج ديال الكلمات والله يرحم لك الوالد واعتبري راسك بنتك ماتت ما عمرك ولدتيني ولا رضعتيني ولا شربت حليبك
ولا ربيتيني. انا ما بنتك، انت ما امي، خليك مع ولدك. ما خرجت تبغي يخرج ليا قلبي من راسته. الله يا ربي ترزق بنيتي، راني عاسمة صد نصد كي ندير، حيت خرجت عينيا ودرت راسي انا زعما شي حاجه واعره، وانا راه الداخل عدي حلم به غير الله. الله هو اللي عالم عليا على الكبده ديالي راه كتشوى. يا ربي يا ربي، راني درت كارثه في حياتي. يلا خالتي سربي تلقي راسك. يلا اخ بنيتي انا جايه. زيدي زيدي دغيا بغيتك. زيدي اسيا وقال اليوم موج ديالي شتك الساك، باش غنمشيو للحمام. انا غنمشيو نديرو سبا، ماشي باغا نمشيو للحمام. شنو هو سبا؟ غندير ديري ماساج. داك لي الحمام التركي. الحمام ماشي التركي، اليماني. هاكي هاي شدي ساك الباب الحباب. يلا قالك لي الباب يفوت كامل، عطاني ابتساع. هويلي يا بنيتي ديال الباب الحباب، هويلي عليا داري وليت منوها منها. وسالينا اش من دارك يا لالا؟ دارك ولا ديال ولدك؟ ولدك ملي استاشرت معاه قال لي الوالده صيفطها بحالاتها بعدي ما ندير بها. كشفتيني دابا انا ان شاء الله غير نوعد الوليدات من هنا لقدام. دوك البيوت راه خصنا يلاه نصاوبهم لولادي. زيد عطيني ابتساع الله يرحم لك الوالدين. اخر مره نلقى رجلك يدور لي حدا الباب. يلا عزيز ولدي قال لك هادشي؟ قال لي جري عليها وجري على امي ما عندي ما ندير بها. هويلي هويلي، واش انا كنحلم؟ ها كل من خديت وكل من كذبت وكل من نتفت، ها وكل من كذبت على سيدي ربي وديتو ليه وعطيتو ليه وصيفط بنتي بلا خاطر، ولي يقول لك جري على امي. عاود اش قلتي؟ الخاطر ازيد على لا الباب وسع من كتافك، وكان فك الخير ما تضحكي على بنتك وتشدي لها رزقه وتكتبيه لولدك. واش كتسني مني انا ندير لك؟ ها على الكبده، على الكبده كون صاف نحيي دمها ونجرها ونشويها وما يبردش ليا القلب اللي داير لك لابي ينشوع. ها دوي تامرتي عليا انت وياه ياك؟ اه كي جيتك اخالتي؟ اه جيتيني قالب. واش من قالب اللي درتي ليا انت ولدي؟ هذه ما كانتش ليا على البال. داكشي اللي درت لبنتي انا جاب الله اللي خلصني بيه. ايوا هي على البال اخالتي، كي جاك القالب اللي درت لك انا ولدك عجبك؟ ايوا الله يخلف عليك بنيتي انت ولدي. اه ياك تامر على امك ياك امي تخرجها، وياك انا حيدت حاجه من دمي وروحي. اه وصيفطها بلا تاويل، وفي الاخير ما عقلش عليا ودار فيك الثقه. انت اللي مرتو نسمو ورات انا نسيت بنتي. يلا الباب الحباب زيدي. يلا رول يلا ديري اديب حيدي عليا من الطريق. زيدي يلا زيدي 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 تبقاي تقري عليا بالزابور. ياك بنتي يلا سير. الله يا ربي الله يا ربي فين غنصبت؟ الله يا ربي فين غنمشي؟ لمن غنعاود شوهتي وقصتي؟ اه بنتي اللي ضحات معايا، اش غادي نقول لعباد الله؟ اش غنقول لختي؟ يا ربي اش غادي نقول ليها؟ نقول لها جريت على بنتي وكليت لها رزقها، نقول لها رزقها عطيته لخوها، هاهي جرات عليا مرتو، انا كيما درت لبنتي هذا دار لي ولدي يا عباد الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي لاني ضيعت انا بنتي وغني راه جاب من الله من ضيعني انا يا سيدي ربي. الله يا ربي راني ما عارفه لا فين نمشي لا فين نجي يا سيدي ربي الحبيب.